وزي ما قلنا الكرانيش فاصل بين الحائط والسقف، بتكمل التصميم وبتداري عيوب الالتقاء ما بين الحيطة والسقف. أول نقطة عايزة أوضحها في فرق بين نوعين أو بين مصطلحين، كورنيس كوف كورنيس. الكورنيس اللي هي الكورنيشة العادية اللي متصلة بالحيطة وبالسقف بدون أي فراغات، إنما الكوف دي الكورنيشة اللي بيبقى فيها تجويف وبتدعم وجود مكان للإضاءة، سواء من الأعلى يعني بترمي إضاءتها على السقف، أو مكان من الأسفل يعني بترمي إضاءتها على الحيطة، أو تجويف بداخلها فبترمي إضاءتها على نفسها. ممكن نستخدم إضاءات زي ما قلنا في نقطة الكوف اللي بيكون فيه بيت نور، بس نكون عاملين حسابنا مسبقا في الكهرباء،